السلام عليكم. اليوم نحاول نسترجع بعض الملاحظات عن المحاضرة السابقة، أو نسترجعها بسرعة، اللي كانت محاضرة مختصرة. واليوم نكمل يعني هذا الفصل اللي هو سميته Chapter 1، اللي هو Introduction. فالمراجعة السريعة اللي كان هو يحكي على، حكينا على الديفينيشن، عن تعريف الهيدرولوجي، وقلنا هو عبارة عن أو كلمة أصلها هي كلمة يونانية متكونة من جزئين، الهيدرو والوجز، اللي هي ترجمتها علم المياه، أو علم يعني بالضبط علم المياه. طبعا ايضا يعني خلينا نقول هذا التعريف العام مالته اللي هو broad sense، او خلينا نقول توجه العام للتعريف، is the sense which is concerned with the water on the earth. يعني ما معناته انه هو العلم الذي يهتم في المياه الموجوده على في الكره الارضيه. وهذا طبعا هذه يعني هذا التعريف يرتبط concurrence، يرتبط بتوزيع هذه المياه distribution مالته، and circulation اللي هو دورة المياه في الطبيعة، and its physical and chemical properties اللي أيضا الهيدرولوجي من يعني أحد خلنا نقول اهتماماته واحد تعريفه، اللي هو يهتم بالصفات الكيميائية والفيزيائية للمياه. طبعا it is effect، يعني هذا المياه تأثيرها حيكون أو مؤثراتها حتكون بالتأكيد على البيئة أو على الوضع البيئي environment and the life of all form. يعني بالتأكيد يعني مثل ما نعرفه المياه عنصر أساسي للحياة لجميع المخلوقات الموجودة على سطح الكرة الأرضية. فهذا خلينا نقول التعريف كان للمياه، العفو للهيدرولوجي. طبعا خلينا نقول النقطة الأولى في موضوع اللي هو Chapter 1 اللي هو الهيدرولوجيك سايكل. الهيدروليك سايكل اللي هي تعطينا بالضبط تعريف دورة المياه في الطبيعة، دورة المياه في الطبيعة. طبعا هذا الموضوع يعني يمكن موضوع يتطرق أو يتطرقوا له حتى في المرحلة المتوسطة، اللي هو يتطرق إلى دورة المياه في الطبيعة. فدورة المياه في الطبيعة يمكن من خلال الشكل الموضح قدامكم أو التعريف اللي تطرقنا له، أنه بالضبط هذه المياه تتأثر، أو دورة المياه في الطبيعة العناصر الأساسية التي تؤثر على هذه دورة المياه في الطبيعة هو الطاقة الشمسية التي تسبب تبخر هذه المياه من السطوح أو من سطح الكرة الأرضية ومن بالضبط المحيطات والقنوات، ما معناتها تنقل المياه اللي هي على شكل ليكويد تنقلها إلى أعالي الفضاء على شكل غازز أو على شكل بخار ماء. فإذا العنصر الأساسي اللي يؤثر على عملية السيركوليشن أو دورة المياه في الطبيعة هو الطاقة الشمسية. فهذه المياه من تصعد إلى أعالي الجو تسقط بتأثير الجرافيتيشنال فيلد، يعني ما معناته تأثير القوة جذب الأرض، فهي تصير على شكل قطرات في أعالي الجو، وهذه القطرات
هترجع وتسقط على الكرة الأرضية أو على سطح الكرة الأرضية أو ترجع على المحيطات والبحيرات بتأثير قوة جذب الأرض. قوة جذب الأرض and another correlation forces، أو أيضا أكو بعض القوى اللي تساهم أو تشترك contributes to the circulation of water، يعني مثل الرياح، مثل طبيعة الغطاء الخضري، مثل الطبوغرافية المنطقة. أيضا هذه عناصر تؤثر على دورة المياه في الطبيعة. فتلاحظ هنا أنا فد رسم، يعني figure 1.1 is a descriptive presentation of the hydrologic cycle. يقول لك هو فد وصف استعراضي لمختصر لدورة المياه في الطبيعة. فشوف هنا أنا مثل ما اتفقنا هذا الـ evaporation، اللي مثلا أكو evaporation من القنوات، أكو evaporation من البحار، أكو evaporation من أوراق الأشجار، وهكذا. هاي كلها عبارة عن كميات من المياه تتحول من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية، وشكل مجموعة من الغيوم. هذه الغيوم طبعا إذا صادفت في جبهة باردة أيضا هترجع وتسقط إلى على الأرض وعلى القنوات وعلى البحار والمحيطات. فإذا هاي تسمى دورة المياه في الطبيعة، دورة المياه في الطبيعة. طبعا هنا نتطرق إلى يعني أهمية الهيدرولوجي، ما هو أهمية الهيدرولوجي وتطبيقه في الحياة العملية. فالصفحة الثانية هي تعطيني التطبيقات اللي موجودة في الهيدرولوجي وأهميتها بالنسبة إلى المهندس. فلاحظنا أنا بعض التطبيقات في مجال أو في مجال الهيدرولوجي. زين، يعني إحدى هذه التطبيقات إذا جينا عليها اللي هي design hydraulic structure. الهيدروليك ستراكشر طبعا design hydraulic structure. الهيدرولوجي يدخل فد عنصر أساسي في عملية تصميم المنشآت الهيدرولوجية. هنا يقول لك the design of any structure related to water such as spillway. يعني أنت أي hydraulic structure، أي منشأة مائية، هو إلى علاقة بالمياه. من ضمن هذه المنشآت، يعني إن شاء الله هاي يعني يمكن خلال دراستكم يعني بعض التعاريف أو بعض structures مرة عليكم، مثل spillway أو بالعربي يسموه الهدار. هذا طبعا دائما يعني خلنا نقول أقرب صورة للسبلوي أنه أنا من عندي خزان وعندي سد، فأني خاطر هذه مستوى المياه لا ترتفع إلى أكثر من منسوب السداد. زين، فإذا ارتفع قبل ما يوصل إلى منسوب السداد أكو هنالك ما يسمى بالسبلوي. هذا يمكن أحد تطبيقاته. زين، يخل بحيث أنه يمرر المياه قبل ما تصل إلى منسوب يأثر على السد. وأيضا من يعني التصاميم الأخرى اللي تدخل في مجال يعني خلينا نقول الهندسة المدنية هو الكيرفارد، اللي هو طبعا يعني فد ممر مائي يكون دائما تحت أسفل الهايوي أو الهايوي بريدج.
يعني انت لما عندك مثلا فد نهر يتقاطع مع فد هاي واي، فتحاول تسوي فد منشأ هيدروليكي يسموه كيلفرد، او مثلا سكة حديد زين ريل بريدج، يعني انا يعني مثلا جسر وعندي دا يتقاطع، يعني العفو سكة حديد تتقاطع مع فد ستريم او فد مجرى ماي، فنضطر انه ننشأ فد كيلفرد خاطر يمرر هذه المياه. فهذا طبعا الكيلفرد بالتأكيد هنا تصميمه يعتمد على عدة عناصر زين. فالمفروض هنا أنا حيكون عندي يعني may be considered it consists of three parts، يعني أنت أي منشأ هيدروليكي يتكون من ثلاث أجزاء أو ثلاث أنواع من التصاميم. التصاميم يعني أكو أحد التصاميم هو تصميم هيدرولوجي أو هيدرولوجيك ديزاين، وبعدين يجي تصميم هيدروليكي، وبعدين وراء التصميم الهيدروليكي يجي بالضبط الستركتشرال ديزاين، يعني تصميم منشأة معينة عندنا فد قوة، هذه القوة أحد عناصر هذه القوة هو المي. فتشوف هنا أنا الهيدرولوجيك ديزاين هذه المي شو إيش قد يعني من تجي زين خاطر تمر مثلا خلال مسيرتها بهذا الكلفرد. بعدين انت هذا المي كميته خاطر اعرف اني اجي اصمم هيدروليك ديزاين اعرف مثلا مقطع هذا الكلفرد زين، وبعدين اني ورا ما صممت هذا المقطع اني اجي اصممه من ناحيه انشائيه، يعني اجي احسب ايش قد احتاج مثلا حديد، ايش قد احتاج thickness of concrete وهكذا. فاذا هنا الهيدرولوجي ديزاين deals with estimation of the quantities of water، فانت اهم شيء ان انا بهيك حاله حتحدد كميه المياه زين اللي حتمر خلال هذا المنشأ، خلال هذا المنشأ أو مصدر هذه المياه اللي حتمر خلال المنشأ، خاطر بعدين أدخل في الهيدروليك ديزاين وأدخل في الستركتشرال ديزاين. فتشوف هذا بالضبط أحد الـ يعني أهمية موضوع الهيدرولوجي بالنسبة إلى المهندس المدني. النقطة الثانية الأبليكيشن اللي تطبيقات الهيدرولوجي اللي هو المنصبل، خلينا نحاول شوية نكبره خاطر يبين أكثر. إيه المنصبل أو المنصبل and industrial water supply، يعني هنا أنت عندك مدينة معينة أو مثلا يعني يسموها المحافظة أو البلدية زين، وعندك بيها مثلا اندستريال زين بيها صناعة. فإذا هذه المدينة وهذه الصناعة تحتاج إلى تجهيز بالماء water supply، فهنا بيجي حالة أيضا حيكون عندنا عالم من أجي أريد مثلا أنشأ مدينة أو أنشأ مصنع لازم أعرف المي من دي يجي وش قد كمية هذه المياه وهل هي تكفي خاطر أني أنشئ هذا المصنع وهذه المدينة. فلذلك the availability of water يعني توفر المياه is often the most important factor in location the major industries، يعني هو دائما أو على الغالب يكون هو ال العامل الرئيسي في عملية تحديد اللوكيشن the major industries يعني الصناعات، لأن أكو بعض الصناعات تحتاج يعني أنت حتى توليد الطاقة الكهربائية تحتاج إلى مي. فإذا يعني ما معناتها أني المفروض أعرف ما هي الكميات التي تمر أو المجهزة في موقع معين خاطر أقرر أنه أنشأ فد مدينة
أو أنشأ صناعات معينة. And it has a considerable effect on the growth of municipalities. وهذا بالضبط يعني من المفترض أنه يكون عنصر أساسي في عملية توسيع هذه المدينة أو هذا القضاء. زين، لأن أنا ما أقدر أوسع إذا ما أعرف هل أنه مياه available مهيئة لهذا التوسيع، بحيث يعني أبني مثلا مساكن جديدة أو أسكن عوائل جديدة، إضافة إلى مسألة الصناعات وطبيعة هذه الصناعات، هل إنه هذه المياه كافية لهذه الصناعات. هذا بالضبط يعني الهيدرولوجي أو الدراسات الهيدرولوجية تكون عنصر أساسي في عملية تحديد موقع المدينة وأيضا طبيعة الصناعات. النقطة الثالثة أو الابليكيشن الثالث هو الإريجيشن. A provision of adequate storage facilities at the irrigation and other multi-purposes project or to meet the demand of the other purpose. هاي هنا أنا يعني خلينا نقول يعني البروفيشن هنا أنا هو تخمين كفاية الخزين المائي، واللي أقدر أني بكل سهولة أحاول أو سهولة استغلال أو استعمال هذا الستورج أوف ووتر لقضايا الإريجيشن and other multi-purpose project. يعني أنا مثلا عندي مشروع روائي، هذا المشروع الروائي لازم أعرف هل أنه الكميات الموجودة في هذا المنطقة أو في هذا النهر كافي لإنشاء مشروع روائي، إضافة إلى الملتيبربوس. يعني أنت من تجي تنشئ مشروع روائي فبالتأكيد لازم تحتاج إلى إنشاء حي سكني أو مثلا شوارع أو مثلا شبكة مياه. هل إنه هذا المياه هي كافية لإنشاء مشروع زراعي، إضافة إلى عدة أغراض تحتاجها في هذا المشروع، or to meet the demands المتطلبات of other purposes is essential part of design. فهتكون بيجي حالة هي فد عنصر أساسي في عملية التصميم. هذه ال part أو هذه العناصر المؤثرة هو الـ storage capacity of reservoir. يعني أنت هسه مثلاً عندك مياه أو ستريم، هذا الستريم لازم تسوي أنت فد خزان، هذا تخزن المياه في حالة الحاجة الاعتيادية أو في حالة لما تكون عندي حالة طوارئ. نفس الوقت أكو عامل آخر إنه هذا الريسيرفوار أيضاً يعني أكو losses يصير به نتيجة الـ evaporation. يعني شوف هنا أنت يراد لك مثلاً فد storage capacity of reservoir، يعني أنا أحتاج إلى طاقة خزنينية لخزان معين، بعدين لازم أعرف إيش قد evaporation أو إيش قد evapotranspiration، خاصة إذا قررت مثل ما أخذته بصف ثالث سويت دورة زراعية وقررت إيش قد أحتاج water requirements. فعجب هذا water requirements مهيئ موجود بهذه المنطقة لا لا. بعدين عندي تذكرون أنا بصف ثالث عندي حالة يسموها seepage، يعني تسرب المياه من الخزانات ومن القنوات. زين، and other losses. فشوف هنا أنا كلها أكو other losses بالتأكيد، مثل ما قلنا losses الآخر اللي هو أنت لما تنمي أعشاب في القنوات حتى يكون عندي evapotranspiration مضاف ما استفاد من عنده، فهذا يدخل ضمن اللوسس. فإذا هذا التطبيق الآخر في الهيدرولوجي أو أهمية الهيدرولوجي مثل ما قلنا أنه هو عند عدة تطبيقات
التطبيق الأول هو مثل ما قلنا design of hydraulic structure، بعدين التطبيق الثاني لما يكون عندي أختار منطقة معينة أو مثلا أصمم منطقة معينة بها مدينة وبها بها مصانع، زين، فلازم أجي أحسب هل إنه هذا الووتر available موجود بحيث أقدر أسوي هيك شيء أم لا. هذا يقرر من هو الهيدرولوجيست أو جماعة المختصين بالهيدرولوجي أو هو موضوع الهيدرولوجي. وهسه نشوف شلون نقدر احنا من خلال الأمطار نحسب هذه المياه هل هي افيلابل لإنشاء مدينة أو لإنشاء مصنع أو لإنشاء مشروع رواعي وهكذا. نفس الوقت هذا الافيلابل ووتر وجماعة الهيدرولوجيست هم اللي يقررون مثلا إنشاء أو وضع، يعني عندي فد نهر معين هل أنه هذا النهر أقدر أستغله as a hydro power، يعني محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية. الهيدروليك أو العفو الهيدرولوجيك studies are essential for planning of any water power development، يعني أي محطة هيدرومائية أو يسموها كهرومائية بالعربي، زين، من اللي يقررها؟ يقررها أبو الهيدرولوجي أو اختصاصات الهيدرولوجي. ليش؟ لأنه هو اللي يقول لك أبو أنت حيجيك هل قد مي، وسلاحظها بالضبط المي كمية المياه وسرعته تأثر على تصميم ونوعية الهيدرو باور. فإذا الهيدرولوجيك ستديز يعني الدراسات الهيدرولوجية ار اسينشال أساسية فور بلانينج للتخطيط of any water power development، أي تطبيق لمحطة اللي هي سميناها يسموها هايدرو باور، زين، أو يسموها بالحقيقة يعني الهايدرو أي الهايدرو كهرباء، يعني ما معناتها المحطات المائية التي تعطيني الكهرباء. فإذا هذا التطبيق الرابع اللي هو كيفية إنشاء تعتمد على الدراسات الهيدرولوجية. وهسه لاحظها ليش؟ لأنه هذا حيقول لي إيش قد مي حيجي، إيش قد سرعته، وهذن المي وسرعته وكذا، هذا اللي يقررها الهيدرولوجي أو الهيدرولوجيست، هذا اللي يقررها. هسه لاحظها إن شاء الله في أحد الفصول نطبق فد قانون معين بدلالة هذن العناصر اللي قررها أبو الهيدرولوجي، اللي من خلاله أقدر أعرف إيش قد المحطة اللي حنشأها إيش قد تعطيني مثلا كيلو واط من الكهرباء. التطبيق الآخر اللي أو ارتباط الهيدرولوجي أيضا بالفلوت كنترول. الفلوت كنترول اللي هو سيطرة على الفيضانات أو سيطرة الفيضانات. فتلاحظ هنا أنا قايل لك الريسرفوار والليفز، هنا أنا ريسرفوار خزانات المياه، يعني عندنا نحكي إحنا على الخزانات الأرضية، يعني مو الخزان مثلا اللي عندنا مثلا فوق السطوح هم يسموه يعني ريسرفوار، لا إحنا دا نحكي على الخزانات الأرضية اللي مثلا خزان الحبانية، الثرثار، سد الموصل، سد حديثة. فإذا الريسرفوار and أو كوما leaves and channel improvements and channel diversion، هاي كلها or a combination of them are the most commonly used flood control structure. يعني انت هذني كلهن reservoir, leaves, channel improvement and channel diversions or combination، يعني عندي خلينا نقول قناة وسد، زين، او خزان وسد، يعني الكومبينيشن مالته عندي عناصر اثنين ثلاثة تجتمع كلها
هاي كلها شنو are the most commonly used flood control structure. هاي كلها زين تشترك بالضبط في عملية وضع فد ستراكشر اللي يسيطر على الفيضانات، أو هن عبارة عن منشآت الغرض من عدها هو السيطرة على الفيضانات. يعني هسه مثل ما قلنا الخزان، يعني مثلا جت موجة فيضانية كلش نتيجة أمطار، فش نسوي؟ حنخزنها مثلا في سد دوكان أو سد دربنديخان. هذا بالضبط شنو؟ ومع سد دوكان يعني خزان دوكان وسد دوكان، زين هذا حيكون فد تو ستراكتشرز اللي تسيطر لي على الفلات كنترول ستراكتشر. نقول لها هاي الموجة كلش عالية، اخزن لنا قسم من هذه المياه قبل ما تمررها الى داون ستريم او خلف السداد، او مثلا سد ديالة. تقول لها هابا ترى هذا اذا جت على الموجة حتأثر على محافظة ديالة وايضا على محافظة بغداد. ليش؟ لانه نهر ديالة مرتبط بنهر دجلة. فاذا ذني الفلات كنترول اقرأ مرت اللوخ الريسيفر and leaves and channel improvements and channel diversions or a combination of them. يعني مشتركين اثنين او ثلاثة of them are the most commonly used flood control structure. هذا من الشائع استعمالا او معروف هو استعمالا ذني كلها هاطر اقدر اسيطر على الفيضان. فذني كلهن تعتبر منشآت للسيطرة على الفيضانات. هذني كلهن. فإذا flood control measure will really become very effective when they associate with the flood forecast. يعني هنا أنا الهيدرولوجي يتوقع الفوركاست أو الفوركاستينج هو التنبؤ. يعني انت مثلا بالتلفزيون يطلع لك الفوركاستنج مال باكر اللي هو يقول لك درجه الحراره هالقد الامطار كذا، التنبؤ او التوقع. فالتوقع مع القياسات زين هذا حتكون لي اقدر اسيطر على او معرفه وقت وقت مرور الموجة الفيضانية. فتلاحظ هنا flood control السيطرة على الفيضان مجر يعني قياسات السيطرة will really become very effective when they are associated with the flood forecasts. The flood forecast تدخل الهيدرولوجي فد عنصر أساسي بتنبؤ. يعني حيقول لك موجة كذا أمطار حتسقط ونوعية الرياح ونوعية الكذا، هذا حيعطيني معرفة مسبقة عن الموجة الفيضانية، فيسموها فوركاست أو فوركاستينج اللي هو التنبؤ. تنبؤ بالفوجة الموجة الفيضانية هذا حيكون من اختصاص جماعة الهيدرولوجيست. The forecasts are the joint work between the hydrologist and the meteorologist. يعني هو حيكون فد رباط أو شغل مرتبط ما بين جماعة الهيدرولوجي and جماعة الأنواء الجوية الميتيرولوجيست. لأن هذا حب الميتيرولوجيست حيقول لك ترى حيسقط مطر هالقدبث. أبو الهيدرولوجي يقوم يشتغل خاطر شلون يسيطر على هذه على هذه كمية الأمطار مثلا ويمررها بدون ما يسبب لنا أي مشاكل من ناحية الفيضان أو من ناحية مثلا تخريب بعض المنشآت. فإذا هذا التطبيق الآخر هو بالفلود كنترول. فلود كنترول وهسه إن شاء الله نشوفه في ال يعني المواضيع إن شاء الله الجاية. زين الشهر اللي هو أو التطبيق هو النافيجيشن. النافيجيشن هي الملاحة. زين
هنا أنا طبعا الملاحة وما هي علاقتها بالهيدرولوجي. الهيدرولوجيك بروبلمز النافيجيشن بروجكت، يعني خلينا نقول المشاكل الهيدرولوجية في عملية الملاحة أو مشاريع أو مثلا الموانئ requires answer، تحتاج بعض الإجابات to such questions as how much water be required for lock gates. اللوك جيتس، اللوك اللي هو الهويز أو الممر اللي يمر به يعني السفن أو البواخر الصغيرة، زين، يعني من أنت عندك مثلا مضيق معين، زين، هذا المضيق المعين أو في النهر تريد تمرر من عنده يعني، وبعدين هذا النهر به جسر، فالمفروض أنت عندك خلينا نقول بواخر صغيرة أو قوارب لأن تريد تمررها. فهذا أكو أسئلة لازم تنطرح، أنه هذا الهويس لازم يكون له فد ديبث معين، خاطر أعرف إيش أمرر من عنده، يا بواخر يا سفن حجمها، زين، فور لوك جيتس. الجيتس هي البوابات اللي يسيطر على مياه هذا الهويس أو الممر اللي تمر من عنده السفن، زين، وخلنا نقول البواخر أيضا. And to mention minimum derived أي يعني نكملها للجملة log gates and to mention minimum draft، خاطر نقدر نحافظ على، لأنه أنت شنو من تجيك سفينة تحتاج لها أنه تسحبها، فالدرافت هو عملية سحب هذه السفينة. إيش قد أحتاج دائما أدور على المينيمم درافت فورس، خاطر أسحبها خلال هذا الهويس. فمن ضمن الأسئلة أنه where from this water can be obtained، هذا المي من دا يجي، فمثلا هل هو نهر، النهر من دا أخذ ميه، فخاطر أعرف دائما يعني سنشوف هسه ان شاء الله نجي عليها هاي التطبيقات مثل ما قلنا، لان هي هاي خلينا نقول هذه الابلكيشن هي حنلاحظها خلال الفصول اللي حنجي نتطرق لها واهميتها. فهنا انا اول سؤال انه هاي من دي يجي المي، زين، هل انه مستمر، هل انه هي موجه فيضانيه وهكذا، هذا من يجاوب عليه؟ يجاوب ابو الهيدرولوجي او الهيدرولوجيست. What will be the effect of navigation structure on this stages in the river؟ هنا أنا أيضا جواب على السؤال، أنت مثلا عندك فد نهر أو فد ستريم أو فد مضيق، من تجي أنت حتنشئ من عنده مثلا ميناء، هذا الميناء ما هو تأثيره على تطور أو على استعمالات هذا الريفر، هذا النهر أو هذا الستريم، يعني أنت what will be the effect of navigation structure، يعني أنت ستخلي مثلا رصيف لوقوف ذن البواخر أو السفن الصغيرة على نهر ما، هذا ما هو تأثير هذا الرصيف على تطور هذا الريفر، هل سبب له إشكال مثلا في عملية سيطرة على الفيضان، أو هل سبب إشكال مثلا هذا الرصيف على كمية المياه اللي تمر بهذا الريفر؟ فأكو هواي تفاصيل، وخاصة ذولا جماعة الهيدروليك يدرسوها إلى آخره من العوامل المؤثرة على طبيعة هذه المنشأة. النقطة الأخرى اللي هي اللي هي
شباب لسه كبرها. اللي هو الإيروجن أند سيديمنت كونترول. الإيروجن أند سيديمنت كونترول. الإيروجن بالعربي هو التآكل. إيروجن أند سيديمنت كونترول اللي هو التآكل أند سيديمنت كونترول. الإيروجن هو طبعا اعتياد الأمطار لما تسقط على يعني على سطح الأرض تسبب لي تآكل، وخاصة التراب يعني 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 مثل منطقة جبلية دائما هي صخور بس مغطاة بطبقة من التراب الصالحة مثلا للزراعة يعني. فهذه التراب هي عند سقوط الأمطار ووجود السيول من المياه حتسبب لي ما يسمى بالإيروجن تآكل. هذا التآكل شو يسبب لي؟ حيحمل لي الـ يعني الأمطار من تسقط حصير على شكل ستريمز. هذا الستريمز ايش حيسوي لي؟ حيحمل أجزاء من هذه التربة زين، أو حيزيل هذه الطبقة من التربة اللي هي صالحة للاستعمال صالحة للزراعة زين، وحخسرها. فإذا أنا أريد أسيطر يعني جماعة الهيدرولوجيست هذولا يشتغلون هم هنا يجون يدرسون الإيروجن عن سديمنت كونترول. والسديمنت كونترول يعني هسه لاحظها في أحد الفصول أنه تأثر يعني هسه مثلا أدي يعني خزان على فرض الموصل سد الموصل هذا إلى عمر معين، من اللي ينهي عمره هو كمية الرسوبيات السديمنت يا الرسوبيات اللي تستقر في هذا الخزان، اللي بعدين يوصل مرحلة أنه الخزان ما عنده إمكانية ليخزن المياه. يعني ما معناته توصل الرسوبيات إلى منسوب بحيث أنه يصبح الخزان ليس له تأثير لخزن المياه. فإذا هنا أنا excessive يعني erosion in the catchment feeds. الكاتشمنت طبعا هي المنطقة المغذية إلى الخزان، يعني المنطقة اللي تغذي الخزان بالمياه يسموها catchment area أو catchment، أو يسموه مثلا حوض النهر أو حوض الخزان. فإذا هذا الإيروجن اللي يصير بالكاتشمنت فيدز يغذي سديمنت انتو ذا رن اوف. يعني انت هذا التآكل حيغذي السيل او المي اللي دا يجري على هذا الكاتشمنت حيغذيها بالسديمنت زين انتو ذا رن اوف. طبعا هنا الرن اوف ايضا هسه من جنة تعمل هواية هو الجريان السطحي او يسموه سيرفس رن اوف. يعني المطر يتحول الى مجموعة من السيول تمر في يعني تجري على سطح الارض حاملة الرسوبيات. This leads يؤدي too many undesirable effects. يعني ما معناته انه هذا يسبب لي كثير من المشاكل اللي يعني هنا ما داخل بتفاصيله، من ضمنها يأثر لي على عمر الـ مثل ما قلنا الخزان زين. The reservoir may be lose their capacity at a faster rate reducing. يعني هنا مثل ما قلنا انه هذه الرسوبيات هذه السديمنت هتؤدي الى خساره بطاقه الخزين اللي مصمم عليها الخزان زين. وخاطر نكمل الموضوع والتكمله مال هذا الصفحه في الصفحه التاليه.
زين. فانا بالضبط يعني شوف انا دا اقول لك زين ذير يعني هنا انا مو قلنا حيسبب لي في الصفحه اللي قبلها قلنا faster rate reducing يعني شي يقلل reducing شي يقلل يقلل لي their economic life يقلل لي من عمره الاقتصادي. هاي ماخذيها انتم يمكن بالاقتصاد ماذا يعني الايكونوميك لايف سبان دريستيكلي يعني ما معناتها انه دا يعني حيقلل لي من عمر الخزان بشده او بسرعه. ليش؟ لانه مثل ما قلنا هذه الرسوبيات حتستقر في الخزان حتقلل لي من امكانيه الخزين ماله. كانت الخزين اذا نجي نحسبها سنه ورا سنه سنه ورا سنه اكو بالضبط اللي هي عمر الخزان ايش قد اللي يسموه ايكونوميك لايف هذا ينتهي بسرعه اكثر مما يكون عندي مثلا يجهز بمياه خاليه من السدمنت. Tons and tons of the fertile top soil will be lost every year. هذا التعبير يقول لك ما معناته طن ما بعد طن of اللي يعني مثل ما قلنا الايروجن هذا ايروجن طبعا حيسبب لي وين لانه هي التراب تراب دائما تتعرض للتآكل مو مثل الصخور. هذه التراب هي تراب خصبة فرتايل زين فهي تراب خصبة هاي طبعا أنا حخسرها will be lost every year resulting in reducing crop yield. بالنتيجة أنا من أخسر هذه التربة يعني ما معناته دا أخسر الإنتاج الزراعي. فهذا أيضا أحد اهتمامات خلنا نقول الهيدرولوجيست في مسألة الإيروجين ومسألة كمية الأمطار اللي تسقط واللي حسبب لي سيل من المياه. هذا السيل حيسبب لي تآكل وبالنتيجة حيروح المواد المتآكلة. أولا حنخسر طبقة من التراب الصالحة للاستعمال وبنفس الوقت هذه التراب هتروح تستقر وين بالخزانات اللي تقلل لي من عمره الاقتصادي. Effective erosion control measures would not only decrease the sediment load in streams but also reduce the peak flood discharge because of the increasing infiltration in the catchment. باوة هنا أنا يقول لك الإفكتيف إيروجين كنترول يعني سيطرة على هذا الإيروجين من خلال القياسات زين would not only decrease مو بس فقط يقلل لي السديمنت لود يقلل لي الرسوبيات المحمولة بالستريمز but also reduce the peak flood discharge. يعني أنت هنا أنا البيك فلود ديسشارج ليش لأنه قسم because of increased infiltration in the catchment. يعني انت هنا لما تجي تسقط الامطار ويصير عندي ستريمز قسم من عندها وين تروح؟ تروح بظاهره الانفلتريشن تدخل داخل التربه وتروح الى المياه الجوفيه. ما معناته هنا الدسشارج زين او كميه المياه اخسر قسم من عندها بواسطه الانفلتريشن. فانت هنا اذا ما عندي تربه ما عندي انفلتريشن يعني اذا هي كلها صخور فبالتاكيد الصخور ما نقول الانفلتريشن يساوي صفر مالتها بس حتكون انفلتريشن كلش قليل. يعني ما معناته هذا السيل اللي دايجي ما دا يخسر قسم من عنده نتيجه الانفلتريشن لعدم وجود تربه اللي تمتص كميه من هذه المياه اللي تقلل من قوة هذا الستريم أو تقلل من قيمة الديسشارج اللي بالنتيجة تقلل لي من التآكل.
فإذا هذه النقطة أيضا اللي هي السيطرة على الإيروجين والسيطرة على السديمنت على الرسوبيات، لأنه بها كثير من المشاكل لاحظناها، مشاكل زراعية ومشاكل بيئية ومشاكل تأثر لي على سيطرة على الفيضانات. النقطة الأخرى اللي هي البوليوشن أبتمنت. البوليوشن طبعا هنا تلاحظ the hydrologist try to keep the sewage concentration which is allowable limit and the allowable limit أو within the allowable limit. أنت هنا دائما يعني مثلا هسه احنا عندنا نهر دجلة يعاني من التلوث، هذا التلوث أما أنه أنا أقدر شو أسوي؟ أزيد التصريف مع النهر دجلة خاطر أغير أو أقلل السويج كونسنتريشن يعني تركيز خلينا نقول الملوثات أو الفضلات. زين، فإذا أنا بهيج حالة أنا إذا عندي مثلا فد نهر أو فد ستريم بنسبة التلوث كلش عالية، فأحد الحلول أنه أزيد التصريف ماله خاطر أقلل من تركيز هذه الملوثات. وستلاحظوها إن شاء الله في موضوع موضوع البيئة أو يعني شو نسميها اللي درس إن شاء الله يدرس لكم يا دكتور إبراهيم. زين، فأيضا هذا إحدى الطرق للقضاء على التلوث أو لتحسين وضعية مياه أي نهر هو أزيد التصريف. زين، within the allowable limit. زين، هذا خاطر أحافظ على التراكيز مسموحة اللي المسموحة بها أو حدود التراكيز المسموح بها فأزيد التصريف. Sometimes augmentation of stream، يعني هنا أنا في بعض الأوقات augmentation of stream flow by way of storage dam in the upstream may prove the more economical than additional sewage treatment plants. ناجي زي يقول لك، يقول لك أنت يعني من زيد augmentation of stream flow جريان مثلا النهر أو القناة by way of the storage dam in the upstream، يعني ما معناته أني أزيد كمية المياه المطلقة من السداد من الدام اللي هو حاجز مياه بالخزان ماله، هذا اللي صار وين بالأبستريم يعني بالعالي، هذا ايش حيسوي لي؟ prove to be more economic. زين، هذا حيكون أفضل اقتصاديا من additional sewage treatment plant، من ما مثلا تجي تضيف أنت أو تسوي لك فد محطة للتنقية، يعني محطة لتحسين طبيعة المياه اللي مارة بهذا الستريم. فأفضل طريقة أنه أزيد الإطلاقات مال المياه في هذا الستريم حاضر أقلل من تراكيز السويج أو تراكيز الملوثات في هذا النهر. فإذا هذا التطبيق الثامن للهيدرولوجيست، فمن خلال استعراضنا للتطبيقات اللي موجودة نقدر نعرف أو نقدر نتوصل أو معرفة أهمية الهيدرولوجي لكثير من الاختصاصات ليست الهندسية فقط، بل حتى جماعة العلوم وجماعة يعني اللي يدرسون الطبية والطبية، يعني أو كثير من الاختصاصات يطرق إلى مفاهيم الهيدرولوجي. ليش؟ لأنه عنصر أساسي يدخل في كثير من العلوم. هاي إن شاء الله يعني خلينا نقول هو الفصل الأول
اللي يعني شفنا لماذا ندرس الهيدرولوجي وما هو أهمية الهيدرولوجي بالنسبة لك. زين طبعا هاي يعني إن شاء الله أيضا نحاول التسجيل مالتها نستعرضها في موعد اللي عندنا احنا موعد محاضراتكم الثلاثاء اللي هو الصباحي من 12 ونص لثنتين ونص، والمسائي من 6:30 إلى 8:30 مساء. فإن شاء الله هاي يعني المفروض أنت تشوفها خلال هالأيام، وأي سؤال أي استفسار نحاول نناقش به في المحاضرة. أصور يعني إن شاء الله يعني هذه المحاضرة أنا يعني بس يعني الهدف الأساسي منعتها كان هو يعني يعرفك على أهمية هذا الموضوع، وبنفس الوقت كثير من المصطلحات الهندسية زين يمكن شوية تطرق لها أو تتعلمها بهذه المحاضرة. ونكتفي بهذا القدر زين، وإن شاء الله نلتقي في يوم الاثنين. طبعا بالتأكيد يعني هي البي دي اف مالتها موجودة تقدر أنت تسحبها. أنا يعني أنا أحاول كل فصلين يعني أستعرض البي دي اف مالتها، فهذا الفصل الأول، وإن شاء الله الفصل الثاني اللي هو شوية حنطول بيه هناخذه في المحاضرة القادمة اللي هو البرسيبيتيشن أو خلنا نقول الأمطار. زين